السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في السلطة الرابعة والتي نستعرض فيها أهم الأخبار في المواقع العربية والعالمية وأيضا المواقع والصحف المحلية، وأبدأها بأبرز العناوين. الموقع بوست يتساءل: فوز بايدن هل يسهم في حل الأزمة اليمنية؟ وعدنا الغد يتساءل: كيف سيبدو المشهد السياسي إذا فشل اتفاق الرياض؟ وموقع الخليج أونلاين يتساءل أيضا: إقامة منطقة عازلة هل يصبح سيناريو إنهاء السعودية لحرب اليمن؟ مرحبا بكم. رصد موقع المصدر أونلاين مقتل المئات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري في مواجهة مع القوات الحكومية، وذلك بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهات محافظات مأرب والجوف والبيضاء وتعز. وحسب ما أحصاه محرر الموقع من أخبار تشييع التي تبثها قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة الحوثية، فإن عدد القتلى الحوثيين الذين تم تشييعهم منذ مطلع شهر نوفمبر الحالي بلغ حوالي 495 قتيلا، بينهم أكثر من 100 ضابط، كثير منهم منحتهم الميليشيا رتبا صورية للزج بهم في المعارك في الجبهات المختلفة. وقال الموقع في تقريره إن قناة الحوثية تتعمد نشر أسماء من 20 إلى 29 قتيلا فقط من عناصر الميليشيا بشكل يومي، رغم أن عدد من يتم تشييعهم أكثر من ذلك الرقم في الغالب بمناطق مختلفة خاضعة لسيطرة الحوثي حسب مصادر محلية. وبين الموقع في تقريره أن القناة لم تشر إلى مكان وزمان مقتل العناصر الحوثية، لكن يرجح أنهم قتلوا في المعارك المستمرة في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء وتعز، حيث تصاعدت المعارك هناك بالتزامن مع غارات مكثفة لطيران التحالف العربي، إلا أنها مع كل خبر تشيع تعيد التأكيد على أنهم قتلوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن في عدد من الجبهات. قال موقع العاصمة أونلاين إن الميليشيا الحوثية منعت التربويين ومن يعملون في السلك التعليمي المشاركة في امتلاك المدارس الأهلية، ويأتي هذا ضمن إطار تأميمها للتعليم والاستحواذ على جميع مؤسساته في المناطق التي تسيطر عليها. وتداول معلمون وناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي نص القرار الحوثي الذي يحتكر فرص العمل والأنشطة في العمل التربوي والتعليمي، وجعله حكرا للجماعة التي تريد السيطرة على التعليم في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الخاضعة لها. إلى ذلك أكد محامون تحدثوا للعاصمة أونلاين بأن الحوثيين يكثفوا من إصدار القرارات لإحكام قبضتهم على التعليم، وهو تبرير للقرارات الأولى التي أصدروها بحق المدارس والطلاب معها، ومنها دفع مبالغ شهرية مقابل الانخراط في التعليم العام المجاني. أضافوا أن الميليشيا الحوثية تعد التعليم قطاعا استثماريا عليه أن يكون لهم بشكل كامل، وذلك بكل قطاعاته سواء في التعليم الجامعي أو الأساسي أو المدارس الأهلية والخاصة والحكومية أيضا التي أصبحت تدر عليهم ملايين الريالات. أشاروا إلى أمر آخر، وهو أن قيادات الميليشيا تتخذ من المدارس محضنا مهما لأفكارها التي تروج لها، ولكي يسهل لها تجنيد الأطفال والزج بهم في الجبهات، إضافة إلى أن يسهل لها تدريس مناهجها المحرفة والتي تخدم مشروعها الطائفي. تساءل الموقع بوست في تقريره الخاص: هل يسهم فوز بايدن في حل الأزمة اليمنية بعد أن راقب اليمنيون كغيرهم من الشعوب سير الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أملاً بأن يكون للإدارة الجديدة نظرة أخرى بشأن حرب اليمن التي تدخل فيها التحالف العربي عام 2015؟ يقول الكاتب والسفير في الخارجية عبد الوهاب العمراني إن المنافسين في الانتخابات الأمريكية يركزون على قضايا داخلية في المرتبة الأولى، ونادراً ما تسيطر قضايا السياسة الخارجية على الاستحقاق الرئاسي الأمريكي، إذ أنها تأتي في مراتب تالية لقضايا الداخل الأمريكي التي كان من أبرزها جائحة كورونا. أشار في تصريحه للموقع بوست أن بايدن كان قد تعهد بإعادة النظر في علاقة واشنطن بالرياض، لكن من غير الواضح بالنسبة للعمراني إلى أي مدى سيطبق الرئيس الجديد هذه الوعود، خصوصا أن الدعم الأمريكي لهذه الحرب لم يبدأ مع ترامب بل تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الذي كان بايدن نائباً.
ويرى الكاتب والصحفي مأرب الورد أن تصريحات بايدن بخصوص دعمها حرب اليمن ربما يعني أنه سيمارس ضغوطا على السعودية لدفعها إلى تسوية سياسية، لكنه في معرض حديثه مع الموقع بوست أشار إلى أن تلك التصريحات والمواقف وما ورد في برنامج الحزب الديمقراطي تظل في إطار الحملات الانتخابية والدعاية السياسية، وبالتالي علينا انتظار توجهات الإدارة الجديدة بعد تسلم بايدن السلطة في 20 يناير المقبل لنرى ما إذا كان سيترجمها إلى الواقع. منظمة سام للحقوق والحريات قالت في تقرير لها حصل موقع المشاهد نت على نسخة منه إن المملكة السعودية والحكومة الشرعية وجماعة الحوثي ملزمون بالكشف عن مصير آلاف الجنود اليمنيين المخفيين قسرا في سجون ألوية تشرف عليها السعودية أو المحتجزين لدى جماعة الحوثي بسبب الحرب الدائرة في الحدود اليمنية السعودية. وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت شهادات بأن المقاتلين يتلقون معاملة سيئة، من بينها تأخير صرف الرواتب، إهمال الجرحى، حيث مرت فترة طويلة على كثير منهم وهم في انتظار السفر إلى الخارج، وكذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري لفترات متفاوتة بعضها يزيد عن السنة، بالإضافة إلى التعذيب. أما من جهته فقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي إن معتقلي ومفقودي الحد الجنوبي للمملكة هم أحد الانعكاسات الكارثية للحرب اليمنية التي تكشف الوجه البشع للاستغلال اللا إنساني لحاجة الإنسان اليمني الذي سدت أمامه كل أبواب الرزق فأجبر على القتال في معركة خاسرة يعلم نهايتها طمعا في إعالة أسرته وتوفير سبل العيش الكريم. موقع عدن الغد قال إن اتفاق الرياض أصبح عقب التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة على المحك، حتى أن بعض السياسيين والمراقبين أعلنوا وفاة الاتفاق سريريا على الأقل في ظل تطورات أبين العسكرية الأخيرة. في هذه الحالة فإن فشل الاتفاق يعني البحث عن سيناريو جديد لإدارة المناطق المحررة بعيدا عن التفاهمات السابقة. وبين الموقع في تقرير أن محافظة أبين في جنوب اليمن تدفع ثمن كل هذا الصراع باحتضانها لجولات القتال المتلاحقة، بينما تقع الضالع ولحج وعدن تحت سيطرة المجلس الانتقالي في ظل تردي واضح للخدمات والاحتياجات. ويبدو المشهد على الأرض في جبهة أبين ترجمة واقعية لما يدور في دهاليز مشاورات العاصمة السعودية حول تشكيل الحكومة الجديدة بين الشرعية والمجلس الانتقالي، وهذه الأجواء من عدم الاستقرار سياسيا وعسكريا تكشف عن أن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة يعتريه الكثير من المشكلات والعثرات التي قد تعصف باتفاق الرياض برمته وليس فقط بمصير الحكومة الجديدة. أكد متابعون عدن الغد أن المشهد السياسي في حالة فشل اتفاق الرياض سيكون أكثر انقساما وتشظيا من خلال تكريس الانعزال الداخلي للمحافظات اليمنية الخاضعة تحت سيطرة المكونات السياسية المتناحرة. إقامة منطقة عازلة، هل يصبح أو سيصبح سيناريو إنهاء السعودية لحرب اليمن؟ هكذا تساءل موقع الخليج أونلاين في تقريره الخاص، مبينا في بداية تقريره أن النزاع في اليمن لا يظهر أي مؤشرات حقيقية على الانحسار مع 6 سنوات من الحرب، في وقت تحاول فيه السعودية الخروج من مأزق بسبب استنزاف قدراتها العسكرية من قبل الحوثيين. الصحفي والكاتب اليمني فيصل الحذيفي يقول لموقع الخليج أونلاين إنه لا يتوقع أن تنهي السعودية الحرب بهذه الطريقة دون اكتمال أهدافها المعلنة عشية 6 مارس عام 2015 عندما انطلقت عاصفة الحزم وتشكيل تحالف عربي ودولي لاستعادة الشرعية في اليمن. ويرى أنه في حال صدقت رويترز بمعلوماتها وكذب الحوثيون بنفيهم فنحن أمام تكريس للتشظي الداخلي وارتفاع لوتيرة المناطقية الأنانية من جهة والتغول المذهبي من جهة، سيكون هناك توطير طويل الأمد للاقتتال في اليمن. وحول تنسيق السعودية مع جماعة الحوثي لإيقاف الحرب، قال المحلل السياسي اليمني الدكتور عادل دشيلة في حديثه للخليج أونلاين أن السعودية في حوار مع الحوثيين قبل هذا الوقت بل منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن هناك حوارا سياسيا بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية برعاية عمانية. ولذلك إذا وافق الحوثيون على المنطقة العازلة فإن دشيلة يعتقد أن السعودية ستدخل في حوار مباشر مع الحوثيين وبرعاية أممية أيضا. ختام السلطة، أترككم مع كاريكاتير اليوم.